كم بقى متعلق بالذكريات ديال الام ما كاينش امين امين والوالدين مات الله يرحمه مات الله يرحمه امين شنو اللي خلاك تعاود تعيد الذكريات وتصور عن الام واللي خلاني وهي الفقدان ديالها يعني صعب بزاف رغم هذه المده باش توفات فكان دائما داك شوف داك الحنين ديالها وداك الشيء دائما مازال كاين شنو الذكريات اللي باقا راسها في دماغك الذكريات وهي كنت فوق ما تمشي عندها الدار ديالها ياك تنحس واحد راحة شاملة عندها في الدار وكان عندي مع ديما كداك الحوار بيناتها كان داك التحاور بيناتها زمان زمان جميل زمان جميل زمان سهرتي وتعبتي ولستي من عمري لياك ولسه ولي انا مسها وتساري تبغي تفكري تماما ام زعما صراحه راه واحد الشيء اللي ما لا لا واحد هذا امر لله كيف شاء انا فكرتي في ام راه ام الامر لله كيف شاء الله خلق وعطى لكل واحد عطاه واحد الخصله واحد مرتبه عليا عنده الحمد لله شنو اللي بغيتي تعوض الام ديالك كون كانت باقا حيه ايه نعوضها وهو شوف نعوضها نبقى دائما نسهر عليها بان بغيت نخليها باش ما تكون خصوها حتى شي حاجه يعني نبر بها ونساعدها والوقت كاع الوقت الكافي اللي عندي نضحي معها على عكس الاباء الامهات يكونوا هنا شنو هو السر؟ والسر وهو الام هذه ولكن هذه عطاء من الله سبحانه وتعالى لأنه شوف الأم أعطاها الحنان ياك الأب أعطاه يعني هو تيعمل تيشد وتيكد باش يوفر شوف تيوفر الإنسان البناء الولد وداك الشيء يعني داك الحياة اليومية القوت وفهمتي ويعني المسائل هذه الأمهات مازال كيوصل رغم الوفاة ديالهم الأبناء ديالهم معلوم الدعاء الدعاء معلوم لانه شوف تدعى تدعي الوالدين ديالك وهو تيرجع داك الدعاء تيرجع لك معلوم كل ما دعيتي لوالديك وما ترجع لك رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى سورة لقمان الحاج الآية 14 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ونعلوان وفصاله فهميني أن أشكر والدي إلي المصير كتهزك 9 شهور وكتبقى ترداك عامين الله عز وجل في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلا وصلوا عندك الكبار كيفاش خص التعامل وكنشوفوا واحد كيقتل مو واحد كيدخل دار خيريه ايوا وهادو الناس يعني هادو الناس خصهم شويه ديال شوف هادو الناس يعني خصو يراجعوا نفسهم رجعوا نفسهم وشو ويتقوا الله سبحانه وتعالى لأن الإنسان من تتقش الله سبحانه وتعالى تبدا غير يعيش ديك مثلا تعيش ديك العيشة ديال يعني على مزاقه فهمتي مزاق ديالو على داك الشيء اللي تيقولي داك عقله الله عز وجل وخفض لهما جناح تولي ولا تقل لهما أف ولا تنارهما وقل لهما قولا كريما وارحمهما كما ربانيا وربعهما كما ربانيا صغيرة شنو تقول الأجيال على قبل الوالدين دي. الوالدين خاصهم يا خويا نكذبش عليك شوف هاد الجيل هذا راه خاصو لا بدا يعتني بوالديه ويحاورهم ويسولهم ويعيش معاهم وشوف ما يعطوهم حتى شي حاجة غير شي الحوار وشو ابتسامه ويسولهم هاد الشيء اللي كاين هما ما بغاو حتى شي حاجه بغاو غير الحوار وبغاو الابتسامه والكلمه الطيبه هما ديال هاد الزمان هما الامهات ديال الزمان اللي فات لا واخا ماشي هما امهات ديال الزمان ولكن شوف ولكن الصفه هي الصفه كتبقى الام سبحانه وتعالى شوف بان غادي يجي واحد الزمان في هاد الشيء ياك ولكن واخا داك الشيء الام دائما تتبقى هي الام تتبقى الام هي الام العظمه ديال الام في الاسلام راه كبيره
البر ديالها والإحسان إليها طيلت حياتها. تماما تماما أخويا. نقولوا لهاد المساخط الوالدين. لا ما لا ولكن تنتمنى الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم، نطلبوا الله لهم الهداية الهداية ونطلبوا الله باش يراجعوا نفسهم فهمتي، لأن رضا الله من رضا الوالدين فهمتي، رضا الله من رضا الوالدين. هادشي اللي كاين مراجعة ديال النفس. مراجعة النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لحظة الفراق مع الأم كيفاش كتكون؟ فراق صعيب بزاف صعيب. وسورتو الأم، مازال الأب يعني شوية، ولكن الأم يا أخو وبالأخص بالأخص الأب، لأن 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 الأم ديالي مات الأب ديالي وخلاه هي اللي تكلفت بينا. دونك راه كانت الأم والأب. كان الأم، ولكن حيت مات الأب ياك يعني أنا خلاني عندي 7 سنين ياك، وخلى 7 سنين، ولكن الأم ضحات معنا بزاف واحد التضحية يعني عشان نقول لك ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. شنو اللي تمنيتي دير ليها وما درتيش ولو أدرك الزمان؟ أنا كنت بغيت شوف، أنا كنت حجيت معها ياك ودرت مع عمرة ياك، وكنت نتمنى عاوتاني نمشي ندير معها شي حجة أخرى. كيفاش كانت العمرة ولا الحج معاك؟ أوي ما نكتبش عليك، أقسم لك بالله، أقسم لها عمرة أش غادي نقول لك؟ يعني اش غادي نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، لا ديك العمره ولا الحجه يعني كانت في مثابه اش غادي مثابه يعني اش يعني لا تتبع اي 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 تمام اي تمام. تعوض الام ديالك ما تعوضش لها غير ديك 9 شهور اي تمام. هل تحن الى امك والى خبز امك؟ نعم سيدي. كتحمل الذكريات الطفوله مع الام والخبز خبز الام والحنان الام. شوف وحتى داك يعني الاكل ديالها والكلام ديالها والحوار ديالها وداك الاجتماع معاها وداك الشيء يعني حقيقه يعني فريد من نوعه. الله يرحم لك الام ديالك. امين. الله يرحم جميع امات محمد سيدنا صلى الله عليه وسلم.